السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. وزير العمل يتفقد الأنشطة الصيفية بأندية الأطفال والناشئة. نائب محافظ العاصمة يفتتح النسخة الرابعة من برنامج ويكند العاصمة. وزارة العدل والحكومة الإلكترونية تستعرضان مشروع تطبيق عقد الزواج إلكترونياً. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بزيارة تفقدية لأندية الأطفال والناشئة في مركزي سترة والمحرق الاجتماعيين. وخلال الزيارة اطلع وزير العمل على المحطات المعرفية والترفيهية التي يشارك بها الأطفال والناشئة والمجهزة بأفضل الخدمات لتنمية ثقافة الطفل والناشئ البحريني من جميع النواحي البدنية والفكرية والفنية والعلمية، وذلك في إطار منهجي ومعرفي بما يتناغم تماما مع استراتيجية الوزارة. كما أكد في ختام زيارته التفقدية على أهمية البرامج والأنشطة الصيفية التي تسهم في تأصيل الهوية الوطنية الثقافية للأطفال والناشئة من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو شخصيتهم، وتعمل على صقل مواهبهم الأدبية والفنية والعلمية وتحفيز التفكير العملي لديهم ورفع قيمة العمل الاجتماعي والتطوعي، مشيدا في الوقت ذاته بجهود القائمين على تنظيم البرامج الصيفية في هذه الأندية ودورهم في تطوير البرامج المقدمة لفئة الأطفال والناشئة سنويا بما يكسبهم خبرات وأفكار جديدة. أناب معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة سعادة الأستاذ حسن عبد الله المدني نائب المحافظ، وذلك لافتتاح فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج الشبابي ويكند العاصمة، والذي يقام بالتعاون مع مركز رأس الرمان الثقافي التابع لنادي النجمة، حيث اطلع سعادته على شرح موجز عن الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تقدم للمشاركين في البرنامج. وأكد سعادة نائب المحافظ على أهمية هذه الأنشطة والبرامج التي تستهدف فئة الناشئة والشباب وتسهم في احتوائهم وتعزيز قدراتهم ومواهبهم، مضيفا بضرورة إشغال أوقات فراغهم ببرامج مفيدة ومميزة تعمل على بناء جيل من الشباب القادر على المساهمة في نهضة الوطن وتعزيز مكتسباته. وأشار سعادته إلى أن برنامج ويكند العاصمة يهدف إلى تفعيل الشراكة المجتمعية ضمن نشاطات متنوعة تسهم في بناء القدرات والطاقات الشبابية بشكل إيجابي من خلال الاستفادة من إجازة نهاية الأسبوع، وذلك من خلال إشراكهم في عدد من المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى جلسات الحوار والتجارب الشخصية الناجحة وفن المسرح واكتشاف المواهب التمثيلية. اختتم الاتحاد الرياضي للأمن العام الأسبوع الثاني من فعاليات النشاط الصيفي لأبناء الضباط للعام 2019 بسلسلة من الزيارات التي تهدف إلى تعزيز الهوية والانتماء توافقا مع مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. التفاصيل في التقرير التالي. ضمن حزمة من الفعاليات والبرامج المتنوعة، اختتم الأسبوع الثاني من فعاليات النشاط الصيفي لأبناء الضباط للعام 2019، والذي يهدف إلى التركيز على زرع الثقة في نفوس المشاركين وتنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم ومواهبهم الثقافية والاجتماعية والرياضية، بالإضافة إلى توجيه المشاركين بشكل سليم وتعويدهم على استغلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة، إذ يحرص الاتحاد الرياضي للأمن العام على مواكبة التطور في كل عام وتقديم البرامج الهادفة. هذا وقد قام المشاركون بزيارة متحف قلعة البحرين للإطلاع على تاريخ القلعة وما يحتويه المتحف من قطع أثرية تم اكتشافها في الموقع،
كما قاموا بزيارة مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث بهدف الاطلاع على دور الحضاري الذي يحظى به المركز. كما اشتملت الزيارات على بيت عبد الله الزايد لتراث البحرين في المجال الصحفي، والذي بني قبل 100 عام للاطلاع على محتوياته والتي تبين تاريخ الصحافة في مملكة البحرين. وفي الجانب التوعوي نظمت محاضرة بعنوان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، وذلك بالتنسيق مع جمعية التربية الإسلامية بهدف تعزيز أهمية القوة البدنية والإخلاقية في نفوس المشاركين وتعزيز حب الوطن والانتماء إليه. كما قدمت محاضرة عن أهمية التغذية السليمة وتأثيرها في حياة الفرد من ناحية نفسية وبدنية ودورها في الوقاية من الأمراض. استفدت تعليم السباحة والرحلات الترفيهية والأنشطة اللي سوونا لنا، وإن شاء الله اللي ما داشوا ويانا هالسنة يجون السنة الجاية إن شاء الله. وأشكر الاتحاد الرياضي على الترفيه والرحلات وتعليم السباحة والبولينج. استفدت من هذا البرنامج أن سوين دفاع عن النفس في الكاراتيه، وعلمونا تقريبا شوي السباحة وحق الترفيه. نادي الضباط في جامب أب، واستمتعنا وايد وايد، كان في ألعاب متنوعة وأشياء، يعني حبيت أكثر من لعبة، وأفضل لعبة حبيتها هي التسلق، يعني جدنا أدفنتشر، إنه مغامرة. وفيما يتعلق بالجانب الترفيهي نظم الاتحاد بالتعاون مع نادي ضباط الأمن العام عدد من الأنشطة الرياضية بهدف رفع اللياقة البدنية لدى المشاركين، شملت السباحة والتايكوندو والبولينج وكرة القدم والإيربوكس، إلى جانب زيارة نادي كروسفيت الرفاع والذي يعد أحد أكبر أندية الكروسفيت المتخصصة في المنطقة لنشر هذه الرياضة بين شباب مملكة البحرين. واطلع خلالها المشاركون على أهمية هذه الرياضة في بناء العضلات وتقوية العظام والجهاز العصبي وتحفيز الجسم على النشاط والحيوية. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف النقيب مريم التميمي، رئيس فرع الرياضة المتخصصة بالاتحاد الرياضي للأمن العام. أهلا بك. مساء الخير يا مرحبا. بداية، ما هي أبرز البرامج التي تم تنفيذها في إطار هذا النشاط الصيفي؟ بالنسبة حق البرامج، يشمل النشاط الصيفي على العديد من البرامج المتنوعة والهادفة، منها البرامج الثقافية، عندنا كالمحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية. نعم. وبالنسبة حق البرامج الرياضية كالسباحة والتايكوندو والبولينج والأوروبيكس، كما يضم على برامج ترفيهية كرحلات الألعاب الترفيهية والسينما. وما يخص البرامج الاجتماعية، برامج خدمة المجتمع. نعم، وما هي أهم الأهداف التي انطلق منها النشاط الصيفي؟ بالنسبة حق الأهداف هي عديدة، منها استثمار أوقات الفراغ لدى المشاركين، تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ المواطنة لدى المشاركين. نعم. عندنا تنمية المهارات وتطوير الكفاءات والقدرات، تعزيز الثقافة وقاس روح التعاون والتفاعل مع الآخرين. وبالنسبة عندنا آخر شيء تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال مشاركتهم في برامج خدمة المجتمع. نعم. وأين موقع برامج التراث والهوية الوطنية من هذا النشاط الصيفي؟ طبعا خلال سلسلة من الزيارات لبعض الأماكن التراثية في مملكة البحرين، فقام المشاركين بزيارة إلى متحف قلعة البحرين، تعرفوا على تاريخ القلعة، وأيضا قاموا بزيارة إلى مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث، واللي يحتوي على العديد من البيوت الشعبية، فتعرفوا على بيت الفن، بيت عبد الله الزايد، وبيت الكورال. وأيضا قاموا بزيارة إلى قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح في الرفاع، تعرفوا على موقعها الاستراتيجي وتاريخها. نعم، النقيب مريم التميمي، رئيس فرع الرياضة المتخصصة بالاتحاد الرياضي للأمن العام، شكرا لك. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. الهلال الأحمر البحريني يقدم ورشة صورة للعمل الإنساني المحايد ضمن فعاليات ملتقى الخالدية التدريبي.
أعلن سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي عن البدء في خطوات تنفيذ النظام الإلكتروني لمشروع عقد الزواج الإلكتروني بهدف توثيق المعلومات إلكترونيا بشكل مباشر وتيسير الخدمات العدلية أمام المستفيدين، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إطار السعي لتعزيز الاستثمار الأمثل للاستفادة من التقنية الحديثة لتيسير الخدمات. وقال سعادة وكيل العدل أن هذا المشروع سيحول إجراء عقود الزواج بشكل إلكتروني من خلال جهاز لوحي ذكي، وذلك بدلا من العقود الورقية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستتم عبر مأذوني قضاة الشرع، ومن ثم تعميم ذلك على جميع المأذونين المرخصين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ذاكرا أن الوزارة وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستقوم بتنظيم ورش تدريبية للمأذونين في هذا الشأن. ضمن فعاليات ملتقى جمعية الخالدية الشبابية في نسخته الثالثة، نظمت الجمعية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر البحريني ورشة عمل تحت عنوان صورة للعمل الإنساني المحايد، تناولت فيها أهمية العمل الإغاثي الإنساني ودوره في تسخير طاقات الشباب البحريني وتوجيهها في الاتجاه الصحيح. في أسبوعها الثاني طرحت الخالدية الشبابية فكرة العمل الإغاثي الإنساني بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر البحريني. سلطت الضوء في ورشة عمل منجزات تحقيق التنمية المستدامة على العديد من المواضيع المتخصصة في مجال العمل الإنساني وطريقة التعاطي معها بأسلوب يعتمد بالدرجة الأولى على العمل التطوعي الجماعي. تكلمنا اليوم عن التطوع وعن صفات المتطوع، الثقة، حماية الآخرين، العمل الجماعي، تكلمنا عن الشك اللي يصير في داخل الإنسان أو الإحباط. أحياناً يكون الشك أو الإحباط في على هيئة أشخاص موجودين في حياتنا، على هيئة أفكار، على هيئة شكوك داخل أنفسنا. فإحنا اليوم حاولنا نشرح حق الشباب أن مهما كانت هذه الإحباطات الموجودة، مهما كانت التعليقات السلبية اللي نسمعها، لازم نستمر في عملنا، سواء كان عمل تطوعي أو عمل حتى العمل الشخصي، الدراسة، في أي مجال. توعية الشباب بأهمية العمل التطوعي وتعريفهم بالجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر كان من أبرز النقاط التي سلط المحاضر الضوء عليها خلال الورشة، حتى يتعرف المشاركون على كل ما تبذله الجمعية في سبيل خدمة الإنسانية على الصعيدين المحلي والخارجي. جمعية الخالدية الشبابية هدفها توعية الشباب كيف أنه يكون لهم بصمة في المجتمع، كيف يطوروا من نفسهم، كيف يصير في عندهم مهارات تناسب الوقت الحالي والتطور الحاصل. فعشان كده احنا بنركز على حاجات مرة كتير من دي النوعية، بحيث انه هم يطوروا نفسهم ونحقق منه الهدف. احنا اليوم في ملتقى الخالدية الشبابية اللي يحدث سنويا، وطبعا احنا اليوم مع جمعية الهلال البحريني، وتعلمنا الكثير الصراحة من هاي الدورة. اليوم تعلمنا من الدورة العمل الإنساني القاسي. طبعا هذه الملتقى الشبابي الثالث اللي يقام على مدى يعني في إجازة الصيف، والشباب استفادوا وايد الصراحة. في هذه الورشة وضعت الخالدية نقاطا رئيسية لتحقق من خلالها جزءا من أهداف التنمية المستدامة، وهي تعزيز فكرة العطاء كمسؤولية مجتمعية سامية، وذلك عبر عرض تجارب المتطوعين في مجال العمل الإغاثي الإنساني، بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات على نوع من الإسعافات الخارجة عن المألوف. نقاشات متنوعة، خبرات متعددة نقلها المحاضرون في الورشة، تولوا من خلالها طرح الطرق المثلى في تعزيز ثقافة المشاركين حول أهمية العمل الإغاثي الإنساني والدور المنوط بالشباب للمشاركة في هذا النوع من الأعمال الإنسانية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية سوف تفتح باب القبول في الكلية لدراسة برنامج البكالوريوس في الشريعة والعلوم الإسلامية، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 22 من يوليو 2019 لغاية الخميس الموافق 25 من يوليو 2019، على أن يكون المتقدم بحريني الجنسية من خريجي العام الدراسي 2018-2019 من بين خريجي
المعهدين الديني والجعفري، كما سيسمح لخريجي المدارس الحكومية والمدارس الخاصة من الحاصلين على معدل تراكمي لا يقل عن 80% أو ما يعادلها بالتقدم لهذه الكلية. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.